بالنسبه بقى للالتهاب الكبدي الوبائي، انا بحب طبعا يعني اشرح للساده المشاهدين ان طبعا كلهم متخوفين من الالتهاب الكبدي الفيروسي سي. الالتهاب الكبدي الفيروسي سي ده يمكن انا من وجهه نظري يعني العلميه ان هو اقل كثيرا ضراوه من الفيروس بي. الناس اللي بتيجي تحلل للاجسام المضاده ضد الفيروس سي وتنزعج جدا، نرجو انها ما تنزعجش، لان معنى وجود اجسام مضاده ممكن هو يكون تعرض سابقا لهذا الفيروس، وان هو دلوقتي في حاله مناعيه برضو مش بطاله. عشان نتاكد بقى وجود الفيروس من عدمه لازم بنعمل تحليل اسمه البوليمريز تشين رياكشن او التسلسل البلماري. واحنا بنقول دلوقتي حالا هو ان مش معنى وجود اجسام مضاده ضد الفيروس سي ان هو الانسان مصاب بالفيروس سي. ف يعني بنحاول نقول لهم لازم تعملوا هذا التحليل اللي هو البي سي ار. مش عارف ايه راي سعادتك في الموضوع ده بقى، لان ده كده بيقلل العماله المصريه وبيخلي الناس مرعوبه وخايفه ان هو هيموت بالفيروس سي. هو حضرتك بالقطع احنا بنطمن كل مواطن بيحلل وبيلاقي عنده اجسام مضاده للفيروس سي، وبنفهمه كويس جدا ان وجود الاجسام المضاده لا تعني ان هو مصاب بهذا الفيروس او ان الفيروس نشيط. ايوه بالظبط وبنقول كده. له ان انت ممكن تعمل حاجتين، بتعمل بي سي ار عشان تعرف اذا كان الفيروس نشط او لا، وبتتابع نفسك بانك بتعمل الانزيمات بتاع الكبد، كبد تعمل وظائف كبد وظائف. وتتاكد منها. عمليه ان في بعض الدول بترفض دي الحقيقه عمليه تنظيميه، كل دوله بتبقى لها اشتراطاتها الخاصه بيها، لكن انا يهمني صحه المواطن ويهمني الاطمئنان بتاعه على نفسه. فلما بتبقى عنده اجسام مضاده بنقول له لازم تكمل المشوار ايوه وتتاكد من صحتك، تعمل وظائف كبد وتعمل بي سي ار للتاكد من هذا، وده متاح في وزاره الصحه فما فيش مشكله، يعني معنى كده وباسعار نطمن برضو الناس برضو ان معروفه. لو هو عنده البي سي ار موجب وظائف الكبد عنده عادية، هل معنى كده ان هو صحته كويسة ولا برضو دي حضرتك محتاجة تدخل برضو طبيب معالج، من الطبيب يعني المعالج؟ يبقى في متابعة ليه وبيتعمل له يعني وسيلة للعلاج والمتابعة، لأن بالقطع لازم يتشاف الاثنين مع بعض ويتحط له وتشاف العلاج الحالة ازاي الإكلينيكية ويشوف. بتاع المريض والأعراض اللي عنده وممكن جدا ويشتكيها. بتتاخد بايوبسي او تاخد عينة من الكبد في مراحل متقدمة عشان يتعرف نشاط الكبد بتاعه. فهي الفكرة ان احنا يعني فعلا عايزين نطمن المواطن ان هو ما يتصورش ان وجود الاجسام المضادة دي نهاية العالم، خلاص. او ان هو بالقطع اصبح مريض، لا. وبعدين انا يهمني اكثر من هذا، يمكن احنا في وزارة الصحة بنهتم بالناحية الوقائية في المقام الاول، فبالتالي لازم المواطن يبقى عارف كيفية حماية نفسه من الإصابة من بالأمراض. المرض. لو احنا اتكلمنا على الالتهاب الكبدي الفيروسي بي وسي، دي بتتنقل أغلبها عن طريق الدم. إذا أنا الحمد لله لما أتأكد إن الدم اللي بينقل لأي مريض أو مصاب بيحتاج لنقل الدم، في كنترول دلوقتي تام على بنوك الدم عامة، سواء الخاصة أو التابعة للحكومة. ففي الحقيقة الأمان في الدم دلوقتي واخد أولوية قصوى، يعني دي جزئية. الجزئية التانية برضو كان ممكن ينتقل عن طريق أطباء الأسنان لو ما كانوش بيعقموا الأدوات بتاعتهم، أصبح فيه اهتمام كامل بتعقيم الأدوات في عيادات الأسنان. نفس الوقت لو واحد مثلا راح عند واحد حلاق مثلا ما يكونش بيراعي النظافة الكاملة، ممكن قوي برضو عن طريق بالموس الجرح في ممكن بالموس إنه ينقل العدوى. الحلاقين على فكره دلوقتي بقوا جايبين لمض الترا فايولت يعني فوق بنفسجيه بيعقموا الالات ويحط بتاعتهم. هو المواطن لو بتاعه كان يعني عنده وعي وايجابي في تصرفاته، فبالقطع بيلزم الانسان اللي قدامه ان هو يتخذ الاجراءات السليمه. لو هو عارف ان ده ممكن ينقل له عدوى ما، ويطالب بان الانسان اللي قدامه اللي بيعمل له اي خدمه من الخدمات يراعي فيها الاشتراطات الصحية، بالقطع هيراعوا. حضرتك دي عايزة بقى وعاية يعني من وزارة
الصحه ان هي توعي وزاره الاعلام او وزاره الاعلام وزاره الاعلام وزاره الصحه بالاشتراك مع وزاره الاعلام تعمل توعيه بقى عشان الناس يطمئنوا. يعني هذا البرنامج من احسن الامثله اللي بتقول ان في تعاون ما بين وزاره الصحه والاعلام. ايوه يعني في قناتين تبع وزاره الصحه بالاضافه الى البرامج الصحيه الموجوده في القنوات المختلفه، فبتوعي المواطن المصري يعرف حقوقه ايه، سواء من ناحيه التحاليل او الامراض او حتى النواحي البيئيه الاخرى وكيفيه حمايه نفسه. يعني مثلا احنا يمكن في المعامل نشاطنا ما بيقتصرش بس على التحاليل الطبيه، في انواع اخرى من التحاليل وانا الحقيقه بعتز بيها جدا لان يمكن فيها ناحيه وقائيه اكتر منها تشخيصيه اللي هي فحوص المياه الشرب. دي حضرتك ده موضوع مهم قوي ده، والمتداولي الاغذيه، كل دي نواحي للوقايه. أيوة طبعا. يعني انا بمنع حدوث المرض قبل ما يحصل، فده طبعا بيعتبر دور هام للغايه انا بعتز بيه جدا يعني. ويهمني ان المواطن يبقى عارف حقه، يعني لو هو تشكك في نوعيه معينه من الاغذيه مقدمه ليه مش سليمه او عملت له اي مشكله صحيه، انه يتوجه لاقرب مكتب صحه علشان يتخذ اجراء سليم. بالنسبه للميه دي، لان الناس يعني متخوفين جدا من ميه الحنفيه ومعظمهم دلوقتي بيتجهوا للمياه المعدنيه، فعليك نطمنهم ازاي يعني؟ انا عاوز اقول أو انا بقى. انا عاوز اقول بقى. انا بقى كنت مشرف على رساله في كليه العلوم، كانت عامله رساله طبيه في كليه الطب عندنا، فالرساله دي البنت دي عملت تحاليل للميه، الميه اللي خارجه من الحنفيه او من كوبانيه الميه زي ما بنقول، ميه نظيفه جدا ما فيهاش اي نوع من انواع الميكروبات، الشوائب او قليله جدا، انما اللي هي نسبه التريس اليمنتس اللي هي بيسموها ايه؟ الاملاح المعدنيه الضئيله دي بتبقى نسبتها كويسه جدا ومهمه جدا للانسان. المشكله بقى هي في الميه بتاعت الفنطيس. الميه بتاعت الفنطيس راحت اخذت البنت دي حوالي 150 ميه من الفنطيس، وابتدت تطلع ميكروبات غريبه جدا وباعداد رهيبه جدا. فاحنا يعني لازم نقول للمواطنين ان هم الفنطيس دي لازم تتغسل كل شهر او كل شهرين، تحط فيها مواد مطهرة ومعقمة وتتقفل كويس وتكون من نوع جيد. هي المشكلة دلوقتي في الفناطيس، في مية الفناطيس. أما المية المعدنية طبعا احنا يعني لا نزم فيها، إنما ناقصة أملاح كتير أوي، ناقصة بعض الأشياء الضرورية اللي هي موجودة في مية الحنفية. ما هم الناس بيتجهوا لدي عشان خايفين من مية الحنفية. يعني أقول رأيي في الموضوع لأن احنا يعني فحص مياه الشرب ده من اساسيات العمل بتاع معامل وزاره الصحه، بتطلع كويسه الحمد لله. يعني حضرتك في كل محافظه في معمل اسمه المعمل المشترك. هذا المعمل المشترك وظيفته تحليل مياه الشرب بانواعها المختلفه والمواد الغذائيه. فمفروض ان هو على مدار السنه بتجيله عينات، سواء ميه الشبكه اللي بتخرج من حضرتك تقول ميه الحنفيه او هي بعد كده كمان حضرتك الابار المختلف، وفي المياه المعبأة سواء مياه طبيعية معبأة او مياه معدنية. حضرتك كل انواع المياه بتخضع لمجموعة من التحاليل طبقا لمواصفات، مواصفاتنا تعتبر اقصى المواصفات العالمية. احنا حطيناها طبقا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية وبتتم تحاليلها بناء على هذا. بتجرى لها فحوص مايكروبيولوجية زي ما حضرتك قلت، دي طبعا بنشوف انواع البكتيريا المختلفة وبنشوف والفطرية. دلائل التلوث. في نفس الوقت بنجري تحاليل كيماوية على كل الملوثات الكيماوية ومكونات المياه من املاح مختلفة. وزي ما حضرتك قلت انا في جزئية احب اوضحها للمواطنين اللي هي جزئية الاملاح الموجودة في المياه. هي لها نسب طبيعية لابد من تواجدها عشان صحة الإنسان. أيوة. في ناس في الوقت الحالي بتلجأ إلى أنواع من الفلاتر للأسف بتوصل المياه تخليها زي الماء المقطر، وبالتالي بتفقد كل العناصر اللي فيها اللي ربنا خلقها لنا علشان إحنا في احتياج ليها. فالمياه المعبأة لها الضرورة بتاعتها، ومية الشرب المعالجة اللي هي في الحنفيات دي حضرتك الحمد لله هي ميه نقيه وبتخرج فعلا
من محطات تنقية المياه مية سليمة تماما. وزي ما حضرتك ذكرت ان الخزانات هي بتبقى من احد الاسباب الرئيسية لتلوث المياه، لان لو انا في عندي خزان في البيت، مين مننا عنده خزان فكر يشوف الخزان دوت نظيف متغطي ما فيهوش اي وسائل تلوث؟ احنا حضرتك كوزارة صحة في مراقبين الصحة من ضمن الدور بتاعهم انهم بيمروا على هذه الخزانات ويشوفوها. بس حضرتك لا يمكن ان انا اقول ان انا همر على خزانات كل المباني الموجودة في جمهورية مصر. لازم المواطن يبقى عارف حقه ايه، يبقى عنده توعية صح، يبقى عارف ان هو اللي مفروض يتابع. لازم الخزان يبقى مغطى بالشرطات صحية وله كل عمارة لها إدارة. طب حضرتك يعني الفلتر ده غلط ان نستعمله يعني ولا من الفلاتر يعني بتقلل لو في رواسب؟ الرواسب دي قد تكون من الخزانات او في بعض الاماكن اللي الشبكة فيها يعني فيها قدم او في نوع من التهالك محتاجة تغيير. دي في بعض الفلاتر ممكن او تقلل من نسبة الشوائب. لكن لو هي انا حطيت الفلتر فتره طويله على الحنفيه، هو نفسه هيبقى مصدر تلوث لانه هتتجمع فيه الفطريات والبكتيريا والطحالب، ويبقى هو مصدر للتلوث اكثر منه مصدر للامان. وزي ما بقول لحضرتك، في البعض بيتصور ان انا احط فلتر يشيل لي كل المعادن او الاملاح من الميه، ان ده شيء مطلوب، ده شيء ضار جدا. فده مفروض ان المواطن يبقى عارفه. المية الطبيعية المعبأة لها ضرورتها في الأماكن اللي ما فيهاش أماكن بعيدة، أماكن نائية، لو في أي مشكلة موجودة في محطات المية تقتضي مثلا استخدامها لفترة، فدي لها يعني احتياجها، لكن ما استخدمهاش كاستخدام روتيني. يعني كلنا في وزارة الصحة بنستخدم مية الشبكة، ما بنلجأش للمية المعبأة إلا لو في رحلة في احتياج لازم بيها. انت قعدت تسألني بقى تقول لي ليه الأسعار عندكم بتاع التحليل ابتدت تغلى؟ أسعار التحليل غالية فعلا أو ابتدت تزيد شوية؟ ما هي الحقيقة سببها إيه يا طارق؟ هو سببها ان في تحاليل نمطيه زي السكر وبولينا وبتاع دي، اعتقد ان اسعارها ما زادتش من اعوام كثيره جدا، انما في انواع من التحاليل دلوقتي بقت دقيقه جدا زي دلائل السرطانات وزي دلائل الالتهابات الكبديه وزي بعض انواع الهرمونات وبعض التحاليل اللي ذكرتها الدكتوره ماجده دي كلها، يعني حاجات الكيماويات بتاعتها غاليه. وبعدين احب بقى يعني اللي هي بتحلل بيها في كذا حاجه الحقيقه بتساعد على ارتفاع سعر التحاليل في المعامل الخاصه. نمره واحد ان في معامل وزاره الصحه بتيجي كميات هائله، فالكميه بتاعه الكيماويات اللي بتحلل هذا النوع من التحليل بتقضي جميع التحليل اللي اتلمت دي، فبيصبح ان سعر التحليل الواحد بقى قليل قوي. انما انا عندي العلبه دي مثلا بتبقى بتخلص فعاليتها بعد 6 شهور ولازم تعمل 50 حاله، انا جالي حالتين، فالحالتين دول لما تيجي انت تقدرهم على ثمن العلبه هتلاقي الموضوع ابتدى يعلى شويه. لكن احب بقى ايه يعني اقول لك على حاجه مهمه قوي، واقول للساده المشاهدين ان احنا ارخص بلد في العالم فيها تحاليل طبيه اسعار. انت كنت في انجلترا وانا كنت في انجلترا وكنا في دول عربيه، تقارن اسعار التحاليل بره باسعار التحاليل في مصر هتلاقي ان احنا ما زلنا ارخص البلاد في عمل هذه التحاليل. دور التدخين والتغذيه والوراثه، هل الوراثه ليها دور في العدوى في التهاب الكبدي والرئوي؟ والله هو تاني المرض لابنها علميا هو الـ 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 الوراثه ثبت انها في بعض الامراض زي السكر زي ضغط الدم زي بعض انواع الامراض الخبيثه والسرطانات، انما بالنسبه للالتهاب الكبدي الوبائي طبعا هو نقله اثناء الحمل ممكن، نقله بالطريقه الجماع الجنسي ممكن. طبعا الدكتوره ماجده تفضلت وقالت ان هو باي نوع من انواع الدم، انما طبعا برضو بحب برضو ان انا اريح الساده المشاهدين ان دكتور السنان ابتدى دلوقتي يهتم، لان هو مصدر كان بالنسبه للاجهزه بتاعته اذا ما عقمتش مصدر العدوى.
انما الفيروس سي دلوقتي الحقيقه عشان يأذي انسان لازم تبقى جرعته عاليه جدا اكتر من فيروس بي. انما الحاجات الوراثيه دي انا يعني احب برضو الفت نظر ان هي بالنسبه للامراض الخبيثه والسرطانات دي ثبت، بالنسبه لامراض السكر وضغط الدم وارتفاع نسبه الدهون برضو دلوقتي في عوامل كتير قوي، لان هو في جينات مخصوصه بتبقى موجوده جينات وراثيه ليها دور في لها دور وعلى فكره بنحاول ان احنا نشوف هذا الجين نقوم نعرف الانسان ده ممكن يجيله ولا لا. أيوة. يعني يمكن الناس اللي عندهم سبوندلوزيس او حاجات في العمود الفقري بتاعهم بيجوا يحللوا عندنا بعض الانواع زي الاتش ال اي ده هو اللي هو بي 27 بي 27 ده وجوده بيقول ان في كذا وكذا وكذا. التحاليل طبعا زي ما قلت في الاول برضو عشان الناس برضو ما تتخوفش ان واحد عنده سرطان يوم هيجي له هو سرطان، لا، السرطانات زي ما قلت مرض في ضعيف جدا اذا اكتشف مبكرا. في اكتشافات السرطانات دي مبكرا دي كتيره جدا، وفي مراكز موجوده في عين شمس وفي الازهر في وزاره الصحه في الجيش في الشرطه، دي كلها حاجات مهمه جدا لازم نعملها. ويرجع برضو الكلام الاول ان مش العيان هو اللي يعمل التحليل، ده السليم، يعني السليم لما بيعمل تحليل بيكتشف حاجات كتيره قوي ما كانش عارفها. نرجع نقول الكشف الدوري، الكشف الدوري يعني. واما طبعا مرض النقرس ده لا عنده هو ماشي بيوريك اسيد عالي ومش دريان، عنده سكر برضو كده بسيط ومش دريان، الكلوي نفسه دلوقتي بيجي فجأة لما يبتدي يشتكي يعني. فالحقيقه الحاجات الوراثيه، التدخين بقى بالنسبة للتدخين هنرجع بقى لحاجات مناعية، في حاجات بتقلل المناعة، والمناعة ما بتقل بيظهر بعض الأمراض وأهمها الأمراض الخبيثة. يعني احنا ثبت علميا ان كل ما المناعة تقل كل ما الأمراض الخبيثة تزيد، وعشان كده هي نسبتها بتبقى زيادة قوي في الناس الكبار في السن، تبقى زيادة قوي في الأطفال الصغيرين لأن المناعة عند الناس دي ضعيفة. السجاير بتقلل المناعة، التلوث البيئي بيقلل المناعة، الحالة النفسية بتقلل المناعة. يعني لو واحد عنده أبسط حاجة بسيطة قوي، لو واحد حالته النفسية مش سليمة تبص لا حصل ابتدى يحصل له الطفح اللي هو بيقول عليه ده، أو الحمو اللي يجي على البق ده اللي احنا بنسميه علميا هربس، وبيظهر مجرد ما حالته النفسية بتتحسن بيختفي لوحده، لكن بيبقى كامل ويرجع قرح في الفم وكده. دي برضو من الحاله النفسيه، اي حاجه بتقلل المناعه. لو نيجي على التغذيه، انواع التغذيه، الرياضه اللي هي دلوقتي يعني اصبحت منسيه، كل واحد راكب في العربيه ويروح شغله بالعربيه وعاوز يركب الاسانسير عشان يطلع. بالمناسبه الدكتوره رخا ما عندهاش اسانسير في الحته، سلالمها متعبه جدا، عبال ما واحد يطلع يكون تعب جدا في الوزاره. مقصوده يعني زمان المدارس الرياضه كانوا مهتمين بيها. الرياضه دي من الحاجات المهمه جدا 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 بتأثر في الصحه بشكل كبير. الرياضه بتزود بعض الهرمونات اللي بتساعد، بتزود المناعه، الدوره الدمويه كمان. التدخين ده يعني عاده سيئه جدا، بتقلل المناعة، بتزود بعض الأمراض، بتجيب أمراض الصدر، يعني كل ده حاجات. التكييفات ثبت إنها بتطلع ميكروب اسمه ميكروب الليجينيلا، والميكروب ده بيعمل التهابات رئوية. مفيش أحسن من الطبيعة أبدا في الدنيا، مفيش أحسن من الغذاء المتكامل، مش الغذاء الكتير، الغذاء المتكامل. يعني اسمح لي حضرتك، أنا عايزة أأكد على موضوع التدخين، لأن التدخين ده فعلا عادة سيئة للغاية. وللأسف يعني أنا بحب أنبه مش بس السجاير أو أنواع التبغ المختلفة، لكن الشيشة اللي ابتدت تنتشر في الدول العربية فعلا. لو انتشرت هنا حضرتك طبعا منتشرة كبلد من البلاد العربية، منتشرة وبكثرة بين حتى البنات شباب والسيدات والرجال، وده يعني عادة سيئة للغاية. احنا في وزارة الصحة الحمد لله يعني دكتور اسماعيل سلام يعني في القوانين موجودة من زمان، لكن المهم في تفعيل هذه القوانين. ففي الوقت الحالي في تعليمات مشددة، ممنوع شرب السجاير تماما في اي مكان يتبع وزارة الصحة. هذاك دلوقتي الواحد بيخش اي مكان في وزارة الصحة بيحس ان هو مرتاح، نفسه مرتاح، مفيش حاجة تعباه،
وبنحاول ان احنا نطبق هذا القرار بحزم شديد. وبعدين القوانين زي ما قلت لحضرتك موجوده، لكن للاسف لا تطبق بطريقه سليمه. يعني ممنوع التدخين في وسائل المواصلات، وللاسف الناس بتدخن في وسائل المواصلات. المفروض كل فندق مثلا عامل مكان لغير المدخنين، بره العكس مكان قليل هو للمدخنين والمكان الاكبر لغير المدخنين. حضرتك انا من خلال الـ WHO بمثل منطقه الشرق الاوسط في لجنه نظام الصحه العالميه. الهدف بتاعها ازاي احنا نقلل من اخطار التدخين، لان في لجان لمنع التدخين او لمحاربه التدخين، لكن احنا بنشوف الاضرار اللي بتعود من هذا التبغ او من التدخين بانواعه المختلفه. وحضرتك تعرف مثلا ان في اكتر من 400 ماده سامه في السيجار، بندرس فيها، بنجتمع دوريا كل 6 شهور بندرس فيها الشركات بتاعه التبغ والسجاير، لانها بتسعى الى ترويج منتجاتها بكل الوسائل وكل السبل. يعني مثلا بنقول التدخين ضار، بتكتب لنا التدخين ضار وبخط صغير جدا على العلم، لكن بتحاول تخلي في حاجه تجذب المواطن او الشاب الصغير. واحنا اهم حاجه ان نمنع الطفل الصغير او الشاب من ان هو يبتدي يدخن. فحضرتك مثلا كل ما يشجع الطفل او الانسان على التدخين بنحط له دلوقتي قواعد منظمه عشان نمنعه تماما. يعني ما يقولش مثلا ان نوع السجاير ده اللي هو لايت مثلا او اللي هو الخفيف، لان دي بتغري الانسان، يقول لك ماشي انا هشرب سجاير من النوع الخفيف ده ومش هتبقى ضاره على الصحه. لا، هي في لها ضرر، يعني لو جسمه اتعود على وجود نسبه معينه من النيكوتين هيشرب كميه اكبر من السجاير. ما يحطلوش مثلا، في ابتدوا ينتجوا بعض انواع السجاير حاجات فيها نعناع ومش عارفه فيها، يقول لك انا بعمل سجاير بدل ما بتحرق التبغ لا بتسخنه بس، فدي طبعا بتبقى اسعارها غاليه جدا. كل هذا ضار بالصحه. لو جبنا للشيشه وعمليه مثلا الشرب الجماعي للشيشه ونقلها للامراض والعدوى المختلفه بالنسبه للشيشه دي، الشيشه دي اصلها زي ما قالت الدكتوره ماجده كده منتشره، ويمكن في الساحل الشمالي شفنا بنات كتير قوي بيشربوها. في هم بقى الناس بتضحك عليهم او بنقطه مهمه قوي، ان في مبسم ديسبوزابل قال بيغيروه، يعني عشان بالبق البق ما يتعدوش. استخدم مره واحده ابيض صغير كده وديسبوزابل ويرموه. انا عايز بقى ان ده ما شالش اخطار خالص، لان اللي الطويل ده او الخرطوم ده اللي في بالنسبه للشيشه بيشيل ميكروبات كتيره جدا، وبينها ميكروب الدرن. والدرن طبعا انتوا عارفين انتشر دلوقتي بنسبه عاليه جدا في جميع البلاد مش في مصر بس. وطبعا بالنسبه للمعامل احنا بنناشد المعامل، ولو ان المعامل كلها ماشيه بسيستم منضبط، ان في اي ميكروبات لما تيجي تعمل مزرعه وحساسيه ما تحطش ادويه الدرن فيها، لان احنا كده بنخلي ميكروب الدرن يبقى عنده مناعه من المضادات الدرن، وهم كلهم يعني معدودين على الصوابع، فاحنا مش عاوزين نستخدمهم في واحد عنده التهاب في مجرى البول، واحد عنده التهاب في زوره، نقعد نستخدم الادويه بتاعه الدرن. احب بقى يعني في ختام الحلقه اقول للساده المشاهدين ان المعامل بخير، عندنا جميع انواع التحاليل نقدر نكتشف الحساسيه، انواع الحساسيه والانسان عنده حساسيه من ايه، نقدر نعمل وظائف كبد، وظائف كلى، دهون، دلائل سرطانات، دلائل فيروسات بطرق جيدة جدا وعلى أعلى مستوى عالمي. المعامل الخاصة موجودة، معامل وزارة الصحة موجودة، معامل الجيش موجودة، معامل الشرطة موجودة، المعامل كلها في خدمتكم. بنحاول نبذل قصارى جهدنا على ان احنا نشخص المريض، لان المريض ده ممكن يبقى احد قرايبنا، وبنخاف عليه بالظبط زي ما بنخاف على ولادنا وبنخاف على امهاتنا. في النهايه يعني برحب باسره البرنامج، برحب بقناه نفرتيتي، ونشكر الأستاذة الدكتورة ماجدة رخا وكيل وزارة الصحة لشؤون المعامل،
على الحاجات والاستفادات اللي استفدنا منها. نشكر الأستاذة الدكتورة سامية العشري، أستاذة الرمد، على الملحوظات اللي سألتنا فيها. نشكر الأستاذ الدكتور كمال عبد الله، استشاري الأنف والأذن، ونرجو إن كنتوا تكونوا يعني خدتوا فكرة واضحة عن المعامل مني. أنا الدكتور محمد شريف، أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة أو التحاليل الطبية من هذا النوع في كلية الطب جامعة الأزهر، وشكرا.